5 مكتبات تقدروا تدرسوا فيها مجاناً في عمان. أول مكتبة عنا إياها هي مكتبة المعهد الثقافي الفرنسي في جبل الويبدة. ثاني واحدة هي مكتبة الأرشيف بين الدوار الرابع والخامس. بعدين عنا The Good Bookshop في شارع الرينبو. مكتبة عبد الحميد شمان المشهورة بين الدوار الأول والثاني. رقم 5 هي دائرة المكتبة الوطنية الموجودة جنب مدينة الحسين للشباب.